طيب، حابة يعني أقدم السبيكر اليوم شيماء الوحيدي. So شيماء holds an MSc Master of Science in Public Health from Oxford Brookes University. She is currently doing a PhD study in cancer research at King's College London في الـ UK. And she's also working as a research affiliate for R4HC MENA, which is research for health and conflict in the Middle East and North Africa. So Shaymaa, شكرا كثير انك يعني حضرت هاي المحاضرة وراح اعمل لك تكون انت الهوست. If you give me just one second. شكرا أستاذ السير على الانترودكشن، وبتمنى كل الparticipants اليوم يستفيدوا من هاي البرزنتيشن عن الداتا مانجمنت وكليننج. مش عارفة إذا سمعيني أو لا، أستاذ صوتي واضح؟ مسموع تمام. شكرا. زي ما حكى دكتور أسعيد، اسمي شيماء الوحيدي، خلصت بكالوريوس صيدلة من جامعة الأزهر في غزة، بعدين قررت أدرس Public Health بجامعة أكسفورد بروكس يونيفرسيتي. حصلت على جائزة أكسفورد بروكس سكولرشيب في عام 2014 ودرست Public Health، وكان الستريم تبعي عن البريست كانسر في غزة. خلال هاي دراستي عملت context analysis للوضع على breast cancer في قطاع غزة تحديداً، بعدين قررت أكمل في هذا المجال فقدمت على cancer studies في جامعة King's College لندن، وحصلت على funding إني أعمل دراسة على survival analysis على breast cancer في قطاع غزة. هاي نبذة عني. خلال اليوم البرزنتيشن تبعتي راح أغطي basic baby steps عن الداتا مانجمنت والاناليسز using SPSS، بس هاي الستبس كتير مهمة ولازم كلكم تكونوا عارفينها قبل ما تبلشوا الريسيرش ستادي تبعتكم وخلال الجيرني تبعت الداتا اناليسز. هاي الستبس بتتضمن أول إشي الداتا مانجمنت. الداتا مانجمنت هي عبارة عن بلان، يعني دوكيومنت مكتوب، وهي مختلفة عن البروبوزل. يعني هاي بعد ما تاخذوا الابروفال تبعت الاستدي تبعتكم وتبلشوا الاستدي تبعتكم، كريسيرش تيم لازم يكون في عندكم دوكيومنت ابروفد ما بينكم وما بين بعض، كيف بدكم تعملوا مانجمنت للداتا اللي انتم بتحصلوا عليها في الفيلد ورك تبعتكم. هل اذا في عندكم فندر، يعني حدا بيدعمكم فاينانشالي، هو اللي بقرر كيف تعملوا مانجينج للداتا خلال هاي الجيرني تبعت الفيلد ورك وحتى بعد ما تخلصوا. بعد هيك راح نغطي الداتا كليننج. طبعا الداتا كليننج موضوع كتير كبير وموضوع كومبليكيتد، فراح نغطي الاشياء البيسك فيه اللي هو بيتضمن كيف تنقلوا الداتا اللي انتم حصلتوا عليها سواء كانت ملمومه في كويستشنيرز وتحطوها على داتا ست تكون سوفت كوبي تقدروا من خلالها تحللوا الداتا تبعتكم. الداتا كليننج بتتضمن موضوع جدا مهم اللي هو ميسنج داتا. ما في داتا ست انا بقدر احصل على معلومات كامله. لو انا كان عندي 30 participants وحدا منهم ما جاوب سؤال مثلا في questionnaire هذا بعتبره missing data، وانا كحدا كداتا analyst بدي اتعرف كيف بدي اتعامل مع هاي missing data في طرق هنحكي عليها من خلال المحاضره. وانا بحكي على الداتا كليننج رح اغطي كمان الديسكريبتيف statistics اللي هي اشياء جدا بسيطه زي المين والمود والرينج والستاندرد ديفيشن، وكلهم راح أغطيهم خلال البرزنتيشن هاي. هلأ قبل ما أبلش، في highly recommended website اللي هو تبع CDC Centers for Disease Control and Prevention، جدا بنصحكم تروحوا عليه. لو أنا فتحت لكم عليه رح تشوفوا إنه بغطي لكم كل حاجة عن non-communicable diseases، الإبديميولوجي تبعتها،
وكيف تعمل research studies على NCD بشكل عام، كيف تدرس risk factors تبعت NCD، كيف تعملوا analysis لإلها، وإذا هنا لاحظتوا مغطي لكم descriptive والanalytic studies كمان. هتلاقوا كمان على الداتا data management فايل جدا مهم وتقريبا مغطي كل إشي فيه. فبنصحكم تروحوا مثلا مانجينج داتا، بنصحكم تزوروا هذا الويب سايت جدا مهم عشان تقدروا تتعرفوا على كل شيء للريسيرش ستاديز على الان سي ديز بالتحديد. طبعا زي ما حكيت اليوم رح احكي عن الاس بي اس اس، كيف انظف الداتا تبعتي على السوفت وير تبع الاس بي اس اس، بس مش معناها انه هو الوحيد اللي انا بقدر استخدمه از ستاتستيكال اناليسيس باكج. في اشياء ثانيه زي الستاتا، الـ SAS، الـ R، وزي ما حكيت الـ SPSS. هلأ اختياركم للـ Statistical Software Package اللي انتكم بدكم تتعاملوا معها خلال الـ Research Study تبعتكم تعتمد على ثلاث أشياء. أول إشي والإشي المهم الـ Funding Body تبعكم. إذا في انتو عندكم حدا بمولكم أغلبهم هم اللي بيختاروا مين تستخدموا خلال الـ Research Study تبعتكم. تاني إشي قديش كبيرة الداتا ست تبعتكم؟ هل هي داتا صغيرة بتقدروا بس تستخدموا فيها descriptive statistics مثلاً على إكسل أو على SPSS، ولا هل هي داتا ست كتير كبيرة بتغطي مثلاً populations لcountries وبتكون تستخدموا داتا ست تكون more advanced وتستخدموا كمان statistical analysis تست تكون more advanced. هلأ بالhealth research عموماً مثلاً في دراسة لقوا أنه أغلب الـ USA students بفضلوا الـ Stata والـ SAS اللي هو SAS لما يكون عندهم data sets كتير كبيرة، بس إحنا اليوم رح نحكي عن الـ SPSS. أول إشي حكينا رح نغطيه أنه كيف تعملوا management للداتا خلال الدراسة تبعتكم. طبعاً managing للداتا هي عبارة عن life cycle لهاي الداتا. أول ما تبلشوا تلموا فيها من الparticipants تبعونكم لعند ما تخلصوا الدراسة، وبعد ما تخلصوا الدراسة إيش بده يصير في هاي الداتا الرو داتا اللي أنتوا لميتوها. أول إشي في المانجمنت بلان، وهذه عشان أسهل عليكم، بتكون يعني PDF مثلاً document أو word document أنتوا بتكتبوه as a research team مع بعض. وإذا في عندكم PI principal investigator هو مسؤول على هاي research study بعملها approval وبرفعها للfunding body اللي هو الشخص أو المؤسسة اللي بتمولكم عشان يوافقوا عليها. فهي بتكون عبارة عن plan انتو بتكتبوها مع بعض as a research team. ايش بتكتبوا فيها؟ طبعا بتكتبوا فيها اول اشي الaim والmethods تبعون الstudy. مثلا انا لو بدي اعمل study عن iron deficiency among females في secondary schools، بكتب الـ variables اللي أنا بدي ألومها من الـ participants تبعوني. بدي أكتب مثلاً إذا بدي ألوم الـ age تبعهم، الـ age تبعهم هذا بدي ألومه بالـ years، بالـ days، بالـ months. بكتب كل إشي عن الـ variables اللي أنا بدي ألومها خلال الـ research study تبعتي. كمان بكتب إشي جداً مهم، أنا كيف بدي أحفظ هاي الداتا خلال الـ study تبعتي؟ يعني إذا أنا في عندي ورق questionnaires أنا قاعدة بوزعه على الـ participants تبعوني، هذا الورق وين بدي يروح؟ خصوصاً لو أنا مستخدمة فيه identifiable data اللي هي personal data، يعني أنا لمع عن الناس الـ age تبعهم، الـ date of birth، مكان السكن تبعهم، أنا هذا الورق وين بدي أحفظه؟ هذا مهم إنه أنتوا تكونوا متفقين عليه كيف بدكم تحفظوه خلال الدراسة وبعد الدراسة وإذا رح يتم إلو إتلاف أو لا. تاني إشي الفورمات تبعت السوفت كوبيز تبعتي، يعني أنا بعد ما أفرغ الكوستشنير ريسبونسز على الداتا سيت مثلاً في إكسل، هذا الفايل فورمات الإكسل أنا وين بدي أحفظه؟ طبعاً مشكلة جداً كبيرة بنتعرض إلنا كلها اللي هو اللوس للداتا خلال الريسيرش ستادي تبعتنا. أنا يعني كحدا إنه مثلاً بدرس PhD بحفظ الداتا تبعتي على الوان درايف، بلاقي الوان درايف هو يعني السيفست مكان إني أنا أحفظ فيه الداتا. ليش؟ لأنه وين ما أروح، يعني مثلاً بتنقل ما بين لندن وغزة، وين ما أروح أنا في إلي أكسس على الداتا تبعتي. غير هيك المشرفين تبعوني بيقدروا يعملوا مونيتورينج للبروجرس تبعي ويفتحوا الفايلات تبعي ويشوفوا أنا إيش قاعدة بعمل في هاي الفايلز. فمهم جداً تقرروا وين بدكم تحفظوا هاي الداتا، والوان درايف هو يعني السيفست مكان.
كمان في الداتا مانجمنت بلان دوكيومنت هاي لازم كمان تغطوا الإثكس، يعني الكونسنت فورمز اللي انتم استخدمتوها والأسئلة اللي سألتوها في هاي الفورمز وكيف لميتوها من الناس، هل هي كانت ريتن ولا كانت فيربال كونسنت من الناس. وغير هيك السوفت وير للاناليسز اللي راح تستخدموه والتايم فريم تبع الستدي وكيف راح تعملوا ستراكتشرنج ونيمينج للفولدرز. يعني انا لو عندي داتا سيت حطيت فيها كل الاجوبه الكويشنز ايش بده يصير فيها، كيف بدي اسميها، بدي اسميها باسم الشخص اللي عملها داتا انتري، الشخص اللي عملها ريفيو للداتا انتري وزي هيك. طبعا زي ما حكيت لكم هذا كل شيء بيعتمد اذا في انتم عندكم الفاندنج بودي في ريسيرش جروبس الكبيره، لما يكونوا بيعملوا مثلا ستدي كبيره يكون عندهم ممول هو اللي بيقدر يتحكم وين تنحفظ الداتا وايش يصير فيها لهي الرول داتا بعد ما تخلصوا انتم الستدي تبعكم. عشان اسهل لكم الموضوع في طبعا جامعتي هاي الويب سايت تبعتها كينجز كوليدج لندن، اذا رحتوا على ريسيرش داتا مانجمنت بتوضح لكم ايش الستيبس اللي لازم تتبعوها لما تعملوا الداتا مانجمنت، وهي لازم تشاركوها مع الريسيرش تيم تبعتكم وزي ما حكيت كمان الفندر. طبعا كل جامعه بتحط للطلاب تبعونها اذا هي اكاديميك انستتيوشن وانت بتعمل بحث فيها بتحط للطلاب تبعونها وين بدهم الداتا تصير في هذا الدوكيومنت. كمان مثلا عامل تشيك ليست للطلاب اللي هي من جامعه ادنبرا وغلاسكو، التشيك ليست كاتبين فيها للطلاب ايش يغطوا في الداتا مانجمنت بلان زي ما حكيت لكم السمري التايتل للفاندنج الديوريشن قديش البيريود تبعت الاستدي تبعتكم الايثيكال ايشوز اللي انتم راح تغطوها. فبتقدروا تروحوا مثلا على هذا الفايل وتمرقوا على التشيك ليست وتتاكدوا انه انتم غطيتوا ناقشتوا ما بين الريسيرش تيم تبعكم كل هاي النقاط قبل وخلال ما تبلش الدراسه تبعتكم، ولو صار اي تعديل اتعدلوا فيها. في حاجه كمان اسمها الداتا ديكشنري او الكود بوك، وهي عاده بتكون يا اما فورمات اكسل يا اما دوكيمنت، وببساطه بتكتبوا فيها الشخص اللي عبى الداتا انت وعمل هاي الداتا ست اخترعها، كيف عرف الفاريبلز تبعونه، الايدج دخلوا ايدج باي ييرز باي دايز باي مانث، الاي ديز دخلهم اي ديز ولا مثلا كتب عليهم نمبرز. فبتكتبوا فيها الفاريبل نيمز وكمان بتكتبوا فيها ايش كل معنى للنيم تبعه. يعني مثلا انا لو دارسه أنا مثلاً في دراستي بدرس الـ Age of Diagnosis للستات اللي بتشخصوا في الـ Breast Cancer، لو أنا بعتت هذا الدوكيومنت لشخص تاني في الـ Research Team تبعي لازم أعرفه أنا إيش قصدي في الـ Age of Diagnosis، فبكتب له في الـ Description لهذا الـ Variable Name اللي هو الـ Label تبعه، بكتب له إنه هذا الـ Age of Diagnosis اللي هو أنا حسبته من الـ Biopsy Date تبع الست اللي تشخصت في الـ Breast Cancer ونقصته من تاريخ الميلاد تبعها وبهيك حصلت على الـ Age of Diagnosis. فهذا الكود بوك أنا مهم أرسله مع الداتا ست اللي أنا بدي أبعتها للشخص اللي بدي أشارك معه الداتا، وإلا ما رح يعرف إيش الـ variables اللي أنا كتبها إيش إلها معنى. طبعاً بدي أحكي شغلة كتير مهمة، كتير منا إحنا يعني كريسيرتشرز وخصوصاً في بداية يعني حياتنا بنهمل هاي الأشياء، يعني ما بنحب نكتر دوكيومنتس، بتلاقي حاطين هالداتا سيت وبنشتغل عليها وما في إلنا ريفرنس دوكيومنتس نرجع لها، وهذا غلط لأنه كل ما طولت البيريود أو التايم فريم تبع الستدي تبعتي وكل ما كترت الفاريابلز والبارتيسيبانتس تبعوني كل ما صارت الستدي تبعتي كومبليكيتد واحتاجت ناس أكتر يشتغلوا معي. عشان هيك الأشياء اللي زي الداتا مانجمنت بلان والكود بوك مش لازم نقصر فيها من أول ما نبلش الريسيرش ستدي تبعتنا. كمان في حاجة في يعني كتير نغلط فيها لما نبدأ نحلل الداتا تبعتنا، أنا كشخص في الريسيرش تيم أول ما بعت لي الداتا ست اللي صار عليها الانتري لكل الداتا مثلاً انتقلت من الكويشنيرز
الهارد كوبيز، ببدأ أتعامل مع هذا الدوكيومنت وأنظف فيه وأخربط فيه وأعمل عليه أناليسز. الأصح إنه ما أعمل هيك، الأصح إنه بخلي الأوريجينال داتا في الورك بوك تبعها مثل ما هي، وبنسخها بعمل كوبي. أنا هاي الكوبي بشتغل عليها زي ما بدي، سواء صار داميجينج للداتا، لوس للداتا، سواء أنا غيرت حذفت داتا باي مستيك، برجع للأوريجينال ورك بوك لإلي وبنقل منه أو بعدل فيه. فعشان هيك لازم نعرف إنه أي إشي بدي أنا أشتغل عليه لازم أخليه في نيو فايل، وما أشتغل على الأوريجينال داتا اللي أنا انبعتت لي. طبعاً كيف إنه نسمي الفايلز اللي إحنا بنشتغل عليها بتختلف، لكن من حدا لحدا وكل واحد بيختار الطريقة السهلة عليه. لكن مهم جداً لما أنا أشارك الفايل اللي أنا اشتغلت عليه مع شخص ثاني من الريسيرش تيم تبعي يكون سيمبليفايد بطريقة يعرف فيها التايتل تبع هذا الفايل اللي أنا شاركته، أنا إيش عدلت عليه والوقت اللي عدلت فيه، وكمان اسمي as a last modifier. يعني مثلا لما بدي أبعت workbook عن دراسة على iron deficiency، iron deficiency underscore the date modified مثلا اليوم 28/3/2020 واللاست modifier اسمي الوحيدي. هيك أنا بعرف الشخص اللي أنا بعت له ال workbook مين الشخص آخر واحد لعب بالدوكيومنت أو خربط فيه. في كمان حاجة كتير مهمة، أغلب research studies خصوصاً لما تكون clinical بنلوم فيها personal data، خصوصاً لما نكون بنلوم لسه من raw data يعني من medical files أو إشي زي هيك. غلط إني أنا أبعت confidential data هاي by email، يعني هاي غلط كتير كبير. لو كان في عندكم حداً PI أو funding agency هي اللي بتتفق معكم وين تنزلوا هذه الفايلات، كيف تشاركوها مع بعض بينكم وبين بعض as a research group، فبيبعتوكم application بتحملوا فيه هذا الفايل وبتصيروا تشاركوا. أنا مثلاً عن نفسي عن بحثي متفقة مع مشرفيني مثلاً أحمل الداتا على الوان درايف لمدة معينة، لمدة أشهر معينة أحفظ هاي البيرسونال داتا، بعد هيك أحذفها طالما بلشت أناليسز أنا وتأكدت الداتا ست تبعت الأناليسز تبعتي بطل فيها خربطة وكل الداتا تبعتها نظيفة وشلت كل الايرورز والميستيكس، بحذف البيرسونال داتا أنا ما بدي إياها لأنه مش هيصير لها ببليكيشن. أنا اللي هيصير له publication الداتا اللي مش identified، فبحذفها بعد أشهر معينة وبشارك هاي الفايلز مع مشرفيني بإني أعمل share أو access لإلهم عن طريق الوان درايف، لكن ما ببعت إشي على الإيميل. وهذا إشي إحنا كجروبز يعني كتير مرات بنغلط فيه أو بنستسهل فيه إنه نشارك باي إيميل، أو حتى هلأ الإشي الجديد باي واتساب، وهذا إشي غلط لأنه في كتير ريسكي إنه ممكن الداتا هاي الكونفيدنشال تضيع. طبعا الداتا مانجمنت زي ما حكيت كتير كبيرة وقد ما لازم نكون فيها ستريكت بس لازم كمان نكون فيها فليكسبل، يعني انه ممكن تتغير خلال الريسيرش بيريود تبعتي. الفليكسبيليتي تبعت الداتا مانجمنت بلان تعتمد على نوعين، التايب اوف داتا اللي انتو بتلموها زي ما حكيت، إذا كانت فيها identified data و confidential data قديش flexible انتو في sharing والaccess، هذه أول إشي. ثاني إشي requirements تبعون، برجع بحكي الفندر تبعكم عشان كمان أسهلكم الـ data management plan. أنا ورجيتكم للchecklist اللي ممكن انتو تمرقوا عليها وانتو بتكتبوا هذا الإشي. هلأ لو إحنا لمينا الـ data وخلصنا من موضوع الداتا مانجمنت وكلنا عارفين وواعيين انه انا كيف بدي اتعامل مع هاي الداتا خلال فتره الريسيرش ستدي تبعتي، بعد ما خلصت الفيلد ورك والشخص اللي عمل داتا انتري، انا مثلا كحدا بده يحلل الداتا علي اشياء، علي بدي انقل الداتا اللي اتدخلت مثلا من الاكسل، وهو انا طالما بتعامل مع كوانتيتيف داتا اسهل فورمات او اللي هو الموست كومون اللي هو الاكسل اللي الناس بتدخل عليه الداتا طالما هي نمبرز مش تكست، وبدي انقلها على الاس بي اس اس. بدي اعرف ايش الاختلافات وانا بتعامل مع الداتا ما بين اس بي اس اس واكسل. اول شيء الاس بي اس اس بتعامل اسهل له في ارقام، يعني اذا انا في عندي
في الكويستشنير كان أول سؤال الجندر، وكان في عنده فيميل وميل عباها اللي هي هاي التو ريسبونسز تبعوني. وفي الداتا انتري بالإكسل أنا حاطة الأوبشن الأول الجواب الأول يا إما فيميل يا إما ميل. لما بدي أنقل على الإس بي إس إس في ناس بتنقل الفيميل والميل بعدين بتعملهم ريكودينج بتغيرهم بتحولهم لأنه ميك داتا، وهورجيكوا كيف على الإس بي إس إس. لكن في ناس بتحكي لا أنا من قبل ما أشتغل على الإس بي إس إس بدي أغير بالإكسل وأحطهم as numeric data مثلا 0 و1 بدل yes or no، أو 0 و1 و2 بدل male و female زي هيك. فهذا بيختلف ما بين شخص لشخص. في حاجة كمان زي ما حكيت إنه الإس بي إس إس أسهل النوميريك، فيعني أنا لما بدي أنقل data بدي أشيل كل التكستس والفيجرز والتابلز مثلا أنا اللي عملاها على الإكسل، وأنقل داتا على قدر الإمكان تكون نوميريك مش تكستجوال. هلقيت لو رحنا على الـ SPSS والإكسل وبدي أورجيكم كيف بدنا ننقل الداتا من الإكسل للـ SPSS، بس قبل هيك بدي أشارك معكم الفايلز. مش عارف سيد سمعني؟ شيماء معك. بس بدي أبعت الفايلز هدول أحطهم هلقيت على السكرين. ممكن يعني تضغط على كل فايل حابة تفتحيه، إنه حابة تفتحيه ولا تبعتيه بالإيميل؟ حابة أبعت، بنفع أشاركه مع يعني أبعته للبارتيسيبانس الموجودين. Okay, you can send it to me by email. Yeah, no, and I will send it to all participants. Take your time, it's fine. قبل ما الدكتور سيد يبعث الداتا احنا هنروح على الاكسل ونتعرف على نوع الداتا اللي احنا دخلناها. طبعا انا افترضوا انا الشخص اللي في الريسيرش تيم اللي بدي اعمل الداتا اناليسز، شخص تاني عمل الداتا انتري نقل الداتا من الكويستشنيرز او الابستراكت بيبرز الهارد كوبي وحطها على اكسل فورم وبعت لي اياها وحكى لي بلش الاناليسز. طبعا زي ما حكيت لكم اول شيء ما رح يبعث لي الاكسل شيت هيك لحالها، رح يبعث لي معها الكود بوك على اساس انا اعرف كل فاريبل من هدول ايش معناه، يعني ايش الكويستشن كان تبعه في الابستراكت شيت. لو لاحظنا على الداتا تبعتنا هاي في عندي طبعا هاي الداتا سيت لمجموعه بريست كانسر وومن اتشخصوا، وطبعا الداتا كلها اللي انا حطاها هاي فيك يعني مش حقيقيه. اول إشي بدي اعرف الفاريبلز اللي عندي وقديش كبر الداتا سيت. لو انا مشيت لهيك الداتا سيت عندي فيها 100 بيشنت، يعني انا في عندي 100 كيسز كل كيس مجاوبة. بس من بعد إذا كان بعثت اللينك في الشات فأتوقع الآن ممكن يعمل داونلود للشيت وبس تعمله تابع شو شيء ما حاليا تشرح. شكرا كثير. شكرا. رح بس أستنى هيك 10 ثواني قبل ما يفتح الشيت. تمام.
لو أنا اطلعت على الإكسل شيت تبعتي كشخص بده يعمل الأناليسز، أول إشي بدي أدرس الداتا سيت تبعتي. حكينا إنه أنا في عندي 100 كيسز وهدول بيمثلوا الروز، هيهم كل كولوم في عندي، وفي عندي الفاريبلز. أنا كل كيس من الكيسز تبعوني أنا إيش سألتهم؟ أول سؤال أنا سألها الـ age at clinical diagnosis، يعني إمتى تشخص هذا المريض في الكانسر، وأنا في عندي نوع الكانسر لهاي الداتا سيت the breast cancer. الـ age at clinical diagnosis العمر، الـ date of diagnosis الـ investigations إيش الأشياء اللي صارت لهم خلال مرحلة المرض. investigations هنلاقي زي CT، هنلاقي زي fine needle biopsy، أشياء زي هيك. طبعاً أنا كشخص بدي أحلل الداتا قاعدة بتطلع بلاقيها إنه هاي إيش كلها textual. clinical stage of diagnosis stages، إذا في عند المريض family history، surgery صارت أو لا، وأنواع السيرجري ماستيكتومي أو لوكال بارتشال إكسيجن، نوع التيومر تبعه، التيومر سايز قديش حجم التيومر، وهل هذا البيشنت الكيس اللي أنا عندي حي أو ميت، وأنا إمتى آخر مرة رجعت هذا المريض. لو أنا بدي أبلش أحلل الداتا هاي على SPSS، أول إشي بدي أعمله بدي أنقل هاي من الإكسل شيت للـ SPSS. بروح بفتح الـ SPSS تبعتي، وبروح بعمل فايل open data. أنا بدي أفتح data set. إذا لاحظت بلاقي الفايلز of types types اللي عندي المعروضة عندي محصورة بس في SPSS types. بدي أخليها يا إما Excel لأنه أنا عارفة عندي Excel، يا إما بخليها all files بختار. فبروح Excel وبعمل open. طبعاً عشان أنا أول رو عندي في الإكسل أنا معرفة في الـ variables types والـ names تبعونهم، بتأكد إنه read variable names from first row of data محطوط عليه تك وما بلعب بالباقي، خلاص بحط أوكي. وهيك انتقلت عندي الداتا من الإكسل للـ SPSS. طبعاً زي ما أنتم شايفين الشكل اللي هو موجودة فيه هذا شكل ما بينفع أنا أعمل فيه statistical analysis quantitative analysis، فلازم أبدأ أنظف الداتا. أول إشي بدي أعمله بدي أحذف textual data اللي هو investigations، بعمل clear ما رح أقدر أحللها. ثاني إشي بتطلع في عندي زي ما أنا حكيت لكم الـ SPSS أسهل له يقرأ النوميريك مش التكستشوال، عشان هيك مثلا انا في عندي السيرجري، لو انا اطلعت في عندي السيرجري هاي الاجوبه تبعتها string. طبعا انا ما راح امرق على الفاريبل تايبس لانه الفاريبل تايبس انا حاطه لكم اللينك تبعها، كانت في ليكتشر قبل هيك اللي هي ليكتشر نمبر 5 على الداتا كوليكشن، غطت الفاريبل تايبس فبتقدروا ترجعوا لها وتعرفوا الفاريبل تايبس. لكن بشكل سريع مثلا انا عندي السيرجري هذا string يعني تكست، انا ما بدي اخليه تكست، بدي اغيره لنمبر، يعني بدي اخلي الجواب تبعه يا اما صفر يا اما واحد يا اما اثنين يا اما missing، ودائما بتعامل مع missing برقم 99 او 99. فكيف انا بدي احول هذا الفاريبل من string من تكست لنوميريك؟ بشيء جدا بسيط، او مثلا الفاميلي هيستوري، بروح بحط transform record into same variables، وبدي أختار مثلاً الـ variable تبع الـ family history. إيش الـ old والـ new variables عندي؟ أنا كانت في عندي الـ value القديمة جواب yes، حطيته واحد، no ما فيش الشخص هذا أو الكيس هاي ما عندها family history لل breast أو الـ ovarian cancer، وحولتها لصفر وحطيت add. بعدين في عندي اللي هو not available، هاي الميسنج اللي أنا ما قدرت أحصل على الداتا تبعتهم،
بحطها as 99 add and then continue. اوكي هذا برجع هذا الاوتبوت برجع للاس بي اس اس بلاحظ انه الفاميلي هيستوري اوف اوفيريان اند بريست كانسر تحولت للارقام تبعتي عشان انا اعرف كل رقم ايش معناه برجع للفاميلي هيستوري طبعا هيك بغير الفاريبل نيم تبعه وما في سبيس فاميلي هيستوري في الفاريبل نيمز وصار من عندي string صار في عندي number أنا دخلته as a number numeric وبعدين الليبل family history ما بغير واضح الvalues كانت في عندي صفر لأنه one yes and then 99 as not available وبحط okay لو بدي أرجع على الداتا فيو طبعاً الفاريبل فيو بشوف الفاريبل استبعوني لو الداتا فيو الأشياء اللي أنا دخلتها شايفين الإشي اللي بحول من تكست شو ولا نوميريك بضغط عليه بشوف الأجوبة يعني إذا أنا نسيت إيش معنى كل رقم أو كود أنا مدخلها بضغط على هذا الإشي فبيبين لي الأشياء اللي أنا مدخلها إيش معناها طبعاً عشان الوقت مش رح نمرق على كل فاريبل ونعدل عليه لكن طريقه التعديل اني احول من تكستشوال لا نوميريك هتكون عن طريق ترانسفورم ريكود انتو سيم فاريبلز طبعا بعد ما انظف كل الاشياء هاي بصير عندي بهذا الشكل بروح مثلاً على الداتا فيو برجع بدي أشوف إيش معنى كل إشي أنا حاطة الهيستوري حاطة السيرجري أرقام حاطة الستيجز أرقام المورفولوجي التيومر سايز طبعاً هذا continuous إذا رجعت على الفاريبل continuous numeric فبتدخل as continuous فهيك بصير في عندي الداتا هذا أول إشي أنا بلشت شوية أعرف أتعامل مع الداتا تبعتي إني حولت كل إشي على قدر الإمكان textual لنوميريك في بس ملاحظة صغيرة إنه دايماً الواحد على قدر الإمكان بيحاول إنه يشتغل صح من الـ SPSS من الإكسل فايل يعني إذا أنتوا لاحظتوا على الـ Date of Diagnosis أنا كيف طريقتي مدخلها الطريقة اللي مدخلها فيها بختار فورمات أمريكان ليش؟ لأنه الـ SPSS American Style يعني لو أنا مدخلة date مثلا في slashes مش داش على spaces فيفضل انه كمان انا ابدا انظف من خصوصا الديتس السترينجز الاشياء اللي مش راح اقدر احولها لارقام يفضل اني انا كمان انظفها او اشتغل عليها صح من الاكسل الإشي اللي بسهل علي هذا إنه الداتا انتري تبعتي تكون صح يعني نكون واعيين على هاي الملاحظات قبل ما نخلص داتا انتري ولو دخلته الديت مثلاً بشكل غلط طبعاً من الهوم تقدر تغيره الديت فورمات هيو لهنا وبتتأكدوا إنه لليونايتد ستيتس الفورماتس أو هاي التايبس محطوطة وبتختاروا إشي منها عشان الـ SPSS يقدر يتعرف عليها فهذا كمان الأشياء هاي الصغيرة التيبس بتسهل عليكم طبعاً أنا هيك الديتا تقريباً صارت عندي جاهزة للتحليل في أشياء راح نغطيها كيف بدي أتعامل مع الميسنج داتا يعني مثلاً إذا أنا هاي بما إنه الداتا ست عندي كتير صغيرة لاحظت إنه الأيج عندي ميسنج هذا ناقص مش معبى لاحظت إنه كمان التيومر سايز في عندي أشياء مش معبية فأنا كيف هاي بدي أتعامل معها كمان لو مرقت بلاحظ في أشياء doesn't make sense يعني هذا الرقم مثلاً لو بدي أنا أمرق أطلع هيك تطليعة سريعة هذا الرقم مثلاً تيومر سايز 45 طب أنا كشخص من الريسيرش تيم عارف التيومر سايز متدخل بالسنتيمترز كيف صارت 45 سنتيمترز فهذا الرقم doesn't make sense لإلي فأنا أول ما أبدأ أقرأ الداتا بعرف إيش الأغلاط اللي أنا متدخلة عندي وبدي أعرف كيف بدي أصلحها طبعاً الأغلاط اللي أنا متدخلة عندي وكيف بدي أصلحها هاي كمان بتكون مكتوبة بالداتا مانجمنت بلان في عندي ثلاث أشياء
يا إما أنا أترك الداتا زي ما هي، أتركها unchanged، وهذه بتعتمد على الداتا الست تبعتي وقديش كبيرة. يعني أنا لو عندي دارسة 10,000 cases عندي، وعشرة منهم هدول أنا متأكدة الداتا عندهم غلط أو missing، بتركها unchanged لأنه ما رح تأثر على الكواليتي أو الباور تبعت الستدي تبعتي وعلى الريزلتس. أو بختار طريقة أني أصلح فيها هاي الداتا، أغير فيها ورح نحكي عليها كيف. يا إما مثلاً بحذفها وخلص بتخلص منها، يا إما بغيرها بالطرق اللي رح نحكي عليها. طبعاً أهم شغلة في التريتينج للداتا أو كلينينج للداتا أني أنا دايماً أرجع للأوريجينال داتا ست تبعتي. إذا أنا بقدر أعمل إلها ريميجرمنت بعمل لها، لأنه هاي الطريقة الأسلم أني أنا ما أقع في الغلط. مثلاً أنا هاي للدراسة تبعتي اللي إحنا درسنا فيها الكيسز تبعت البريست كانسر، أنا عارفة أنه أنا لما هاي الداتا من الميديكال فايلز، فأنا في ممكن أرجع للميديكال فايلز وأرجع الغلط وين، يعني أعمل ريكوليكشن للداتا. لكن أنا لو لامم الكويشنيرز هاي من convenient sample مثلاً جاية على الجامعة بيوم وبدي أدرس الأيرون ديفيشنسي ومش لامة personal data، أنا كيف بدي أرجع لهم للparticipants وأتأكد من الأجوبة تبعتهم؟ أو إذا أنا لامة هاي عن طريق questionnaires على التليفون، صعب إنك ترجع للparticipants وتقعد تكلم كل واحد وتسأله إيش الجواب اللي عباه وإنت مدخله غلط أو معبيه غلط ولا لا في الأبستراكت شيت تبعتك. أنواع الداتا الغلط بتكون محطوطة إحنا مدخلينها غلط، طبعاً أنواع كتير كبيرة رح نغطي منهم الأشياء اللي هي الميجر اللي إحنا بنلاحظها بأغلب الداتا سيتس. أول إشي الأوتلايرز اللي هم الأوت أوف رينج فاليوز، هدول فاليوز بتكون مدخلة بعيدة كتير كتير عن الرينج للفاليوز للماجوريتي للريسبونسز تبعتي. يعني مثلاً زي ما إحنا شفنا التيومر سايز، أنا بتوقع شغلة ما بين 0 بالكتير ل 15 سنتيمتر، كيف رقم 45 هذا جاي؟ صعب انك تتوقع انه في 45 سنتيمتر. هلا في عندي طريقتين اني احلها. اول طريقه اللي هي الطريقه الاسلم اني انا ارجع للميديكال ريكورد لهي الكيس واشوف ايش التيومر سايز تبعها الصح. لو انا ما بقدر ارجع للكيس تبعتي ايش بدي اعمل؟ طبعاً إحنا قدرنا نعاين 45 هذا الرقم لأنه الداتا ست تبعتي كتير صغيرة 100 cases، بس أنا لو عندي الداتا ست تبعتي كبيرة الطريقة الأسلم إني أنا أشوف فيها بروح على descriptives analyze descriptives وبختار منها the frequencies. طبعاً باخد كل هدول ال variables ما عدا ال patient ID وبروح بعمل إلهم analysis. أول شغلة أنا لاحظتها إنه بيانات لي missing، في عندي one missing في الـ age at diagnosis واحدة ناقصة، في عندي الـ tumor size 7 ناقصين والباقي كله سليم، كله مدخل للـ 100 cases اللي عندي، وهنعرف كيف نتعامل مع الحالتين هدول. بطلع على الـ date of diagnosis مرقنا عليه، في عندي خلصت على الـ missing، بدي أروح على الـ tumor size. tumor size هاي لقيت عندي أكبر واحد 45 وفي فرق بينه وبين أكبر واحد عندي 9.5 وهذا 45، يبقى هاي مشكلة. كيف بدي أتخلص منها؟ بدي أتخلص منها بطريقة جدا سهلة، إني بدي أحسب الستاندرد ديفيشن والمين وبعديها أختار أو أدخل داتا غير عن هذه ال 45 بتكون أقرب للسنس أو للأرقام اللي أنا مدخل عندي. كيف بدي أعملها؟ بدي أروح أول إشي لأنالايز descriptives وذن frequency. طبعاً عندي الـ tumor size باخده، بختار الـ standardized values as variables، بعمل تيك على هذا، ولو رجعت للداتا ست تبعتي أنا بلاحظ إنه في صار عندي variable جديد
للستاندرايزد جنب التيومر سايز. هل كيف بدي احدد الاوت اوف رينج فاليو تبعتي؟ بشوف مين في عندي فاليو اكبر من 1.96 او اصغر من minus 1.96. لو بدي امرق هلاقيه كله هذا سليم، ولو اطلعت على 45 هلاقيها كتير اكبر من ال 1.96. طب ايش بدي اعمل فيها عشان اتخلص منها وادخل information او data غير عن ال 45 تكون اقرب للصحيح؟ اول اشي بعمل اني بحسب الديسكريبتيف للفريكوانسيز، بروح باخذ هدول كلهم، والتيومر سايز بحسب، وبحسب المين والستاندرد ديفيشن تبع هاي التيومر سايز. طبعا المين هو الافريج تيومر سايز لهدول الميت كيسز تبعوني، والستاندرد ديفيشن قديش بعيده كل ميجرمنت من الميت ميجرمنتس اللي انا اخذتهم عن المين فاليو اللي انا راح اطلعها. طبعا كل ما بعدت، يعني كل ما صار الموضوع سكاترد وبعيد عن المين فاليوز، معناها انه في انا عندي ايش غلط. في عندي المين 3.867 والستاندرد ديفيشن 4.59. عشان اتخلص من ال 45 هاي الفاليو بدي اعمل كالكوليشن جدا بسيط، اللي هو بحسب باخذ المين والستاندرد ديفيشن بحطهم في فورمولا جدا سهله اللي هي 1.95، بضربها بالستاندرد ديفيشن تبع التيومر سايز بجمعها مع المين فاليو. فلو رحت للكالكوليتر المين عندي 1.95 تايمز الستاندرد ديفيشن 5.983 plus المين 3.867 طلعت عندي 12.8. it makes sense، لانه انا في عندي اكبر واحد شفنا قبل شويه كان في عندي 9.5، فبروح ببدل ال 45 في الداتا ست تبعتي، هذا بحذفه طبعا ما بدي اياه خلاص، وال 45 ببدلها في 12.8. طبعا ما بروح ببدلها في الاكسل شيت تبعتي اللي هي مدخل فيها غلط، لا انا بشتغل على الداتا اناليسز والرو داتا بخليها زي ما هي في الاكسل شيت، عشان اذا صار خربطه واعمل اكستراكشن من اول جديد تكون الارقام عندي صح. هيك بكون قدرت اتعامل مع مين؟ مع الاوت اوف رينج داتا. غير الاوت اوف رينج داتا انا في عندي ميسنج داتا زي الايدج مثلا. كيف بدي أتعامل مع الإيدج؟ الإيدج هذا continuous variable، بدي أتعامل معه، سأكبر هاي الإيدج. في عندي كيس رقم 4، الID رقم 4، في عندي missing، فكيف بدي أتعامل معها؟ طبعاً طريقة الميسنج بتختلف على نوع الفاريابل، وزي ما حكيت لكم بتقدروا ترجعوا للفاريابل types من محاضرة رقم 5 لأوكسبال. بس كيف بدي أتعامل مع الفاريابلز؟ هلأ حسب نوع الفاريابل، إذا كان في عندي categorical زي demographic data، زي إيش؟ زي male و female، يعني أنا معبية هذا الquestionnaire الجندر male or female، هذا categorical و demographic data. لو أنا في عندي missing، يعني أنا مش عارفة هذا الشخص أو هاي الكيس male أو female، بحذف الداتا، ما بخليها لانه انا مش عارفه وهي ديموغرافيك، ما بقدر اعمل جيسنج او امبيوتيشن لهذه الميسنج داتا. لو الداتا او الفاريبل كاتيجوريكال لكن مش ديموغرافيك، يعني ما بتعلق في البيرسونال داتا تبعت الكيس تبعتي، زي مثلا انا سائله do you smoke yes or no وما حدا كان مجاوبها او في شخص مش مجاوبها وبدي اتعامل مع هاي as a missing، أنا إيش ممكن أعمل؟ ممكن إذا أنا في عندي أكثر من 5% من الداتا ست تبعوني مش مجاوبين هذا السؤال، بروح بعمل
other seen other or not available, وبعبي missing as in a not available أو missing وبحط رقم 99. لكن ال age أنا عندي هذا مش categorical, عندي إياه continuous زي ما حكيت. فإيش بتعامل معه عشان أعبي missing؟ بروح بحسب mean value لل age وبدخل فيها. يعني بروح analyze descriptive وباخد الايدج للدياجنوسيس وستاتستكس. في عند المين مش محتاجة الستاندرد ديفيشن, المين تبعي 53.4. فأنا بروح بدخل الميسنج هاي از مثلا 5.4 وهذه صارت عندي الايدج. فأنا هيك قدرت أتخلص من الميسنج داتا تبعتي. طبعا انا مش كل ميسنج داتا بدي اروح اتخلص منها بدي اروح اعبيها, سواء كانت كاتيجوريكال او فاريبل او كونتينيوس فاريبل. طبعا في اشياء انا ما بنفع اتخلص منها, زي ايش؟ طبعا هذه مرقنا عليها الميسنج داتا وهي التايبس اوف ميسنج داتا. زي مثلا التيومر سايز تبعي, التيومر سايز لو انا رجعت له هذا continuous زيه زي ال age, يعني ماشي على scale tumor size من الصغير لكبير. وفي عندي لما أنا عملت descriptive statistics لاحظت إنه أنا في عندي 7 missing data. طبعاً في عندي عدة options حكينا نحذفهم يا إما منعدلهم بطريقة المين. بس أنا هل من مصلحتي أعدل كل إشي missing؟ لا طبعاً, لأنه ما فيش حاجة اسمها data set perfect. يعني أنا في كتير ممكن هاي الميسنج variables تعطيني indications لأشياء تانية. زي إيش؟ زي الـ tumor size أنا معناها إنه في عندي 7 من أصل 100 missing, وقدرت أرجع للـ raw data اللي أنا هي عندي في هذه الحالة الـ medical records تبعون الكيسز للـ breast cancer, ولقيت فعلاً إنه مثلاً الدكتورز أو الـ pathologists ما بكتب الـ tumor size. هل بنفع أنا أروح أعمل لإلي المين زي ما أنا عملت للإيج وأدخل التيومر سايز؟ لا, ما هذا ممكن يكون في عندي indication recommendation للستدي تبعتي أنا, إنه recommendation للباثولوجيست أو الشخص اللي بكتب الكلينيكال نوت إنه يكتب التيومر سايز تبع البيشنت تبعه. فأنا ما بنفع أعدل كل إشي وإلا هيك بصير يعني زي fabrication للداتا. لازم يكون في عندي sense إيش الإشي اللي أنا بدي أعبي ويبطل عندي missing وإيش الإشي اللي مش لازم يتعبى زي الـ tumor size. فالـ tumor size أنا as a personal decision بدي أتركها missing. وليش دي أتركها missing؟ لأنه هاي بتعطي clinical indication إنه أنا في عندي في الـ clinical notes ما بلاقي الأشياء الـ details تبعت الـ patients معبيين, وممكن أكتبها بالـ research study تبعتي. يعني الشخص اللي بيعمل الـ analysis مش لازم بس يكون الـ scope تبعه analysis, لازم يكون يفكر كمان في الـ interpretation لهاي الـ data تبعتي. أنا لما بدي أكتب إيش معنى الـ tumor size بدي كمان أكتب recommendations عنه إنه ليش التيومر سايز تبعون هدول البيشنتس مش موجودين. وطبعاً في إلها إنديكيشنز تانية, ممكن مثلاً الباثولوجي لهذا الكيس كانت في ستيج أدفانسد فما نعمل لها أصلاً التيومر سايز, فإني أروح أنا أعبي التيومر سايز بكون عندي غلط. طبعاً مرقنا إنه ليش الداتا بتكون ميسنج, وحكينا إنه مش كل الداتا سيتس لازم تكون كاملة, ومرقنا على SPSS وبلشنا في أشياء. تقريبا هيك أنا غطيت كل إشي عن الميسنج داتا إنه يكون بيزك. في إشياء ضايل أحكي عليهم اللي هم أول إشي أنا في عندي مثلا continuous variable بدي أحاوله لكاتيجوريكال, زي مثلا في عندي مين الأيدج. لو أنا رجعت للأيدج تبعي الايدج انا عندي لقيته continuous. طبعا يفضل في الداتا سيتس الكبيره انه انا اخذ الايدج. طبعا في ناس بيختلفوا, يعني مثلا بياخذوا الديت اوف بيرث, وفي ناس بيعبوا الايدج وبلانك بحطوا string, وفي ناس بيعملوا في الكويستشنرز تبعتهم الايدج از كاتيجوريكال فاريبل من الاول, ومثلا بحطوا من 0 ل 20, من 21 ل 40, وزي هيك. يفضل انه انا اخذ الايدج من اول as a continuous variable
عشان اقدر اطلع مينز وعشان اطلع اشياء منه كتير في الستاتستيكال اناليسيس تبعي. وبعد هيك لو انا بدي اعمله as a categorical variable بقدر اعمله في طريقة جدا بسيطة، اني اروح على transform وبعدين record into different variables واخد ال edge. طبعا ال edge بدي اسميه categorical edge، طبعا كيف بدي اقسمه؟ طبعا هاي التقسيمه برضه بترجع في الداتا مانجمنت بلان او اللي هو بتكون الموستلي اجريد لها في الريسيرش ستاديز اللي هي اصل صار لها ببلشت. يعني انا مثلا في حالتي بعمل استدي على هاي عن البريست كانسر وبدي اعرف المين ايج، ممكن عشان يسهل علي اني يعني اختار هاي الكاتيجوريز برجع للريفرنس تبعي انه كيف بقسمه الريسك للديفلوبمنت للبريست كانسر عن طريق الايدج، وبيعملوا هاي الجروبس لانه مثلا في عندي ايدج ستاندرايزد انسيدنس او ريسك، فانا عن طريقها بعرف كيف الكاتيجوريز انا بدي اقسمها. في حالتي هاي انا بدي اختار انه اللوز تبعي يكون 29 وهي بدي أخليها جروب واحد، بعدين الجروب الثانية بدي أخليها رينج، أنا أخذت من 29 بدي أخذ مثلا من 30 ل 44 والفاليو تبعتها 2، وبعدين في عندي من 45 ل 59 والفاليو تبعتها 3، وبعدين في عندي range value through highest أو all other values أنا بختار اللي هو الأكبر من 60. يعني أنا أخذت من 45 ل 59 هاي راح تكون 3، وبعدين من 60 وأكبر راح يكون الفاليو تبعتها 4، وبعمل continue وبحط okay وبرجع للداتا set تبعتي بلاقي الكاتيجوريكال ايدج تبعي اتكون. ولو بدي ارجع انا طبعا بعد ما اعمل كاتيجوريكال ايدج بدخل في الفاليوز ايش كل واحد معناها. ال 29 كانت عندي مثلا الفاليو 1، كانت 29 or younger وadd، بعدين كانت عندي value رقم 2 من 30 ل 44 وبكمل value رقم 3 الليبل تبعها من 60 لا سوري هاي كانت value رقم 4 change كان في عندي رقم 3 من 45 ل 59 أد. بعمل اوكي برجع للداتا فيو تبعتي. لو بدي ارجع بدي اعرف ايش كل معنى كود بحط على التكستشوال بلاحظ صار في عندي الايدج اللي انا كنت مدخلاه as continuous categorical data. بتوقع هيك غطينا كل اشي بيزك، بس داي الاشي اللي هو مثلا لو انتو في عندكم لميتو كيسز فيميلز وميلز وبدكم تعملوا analysis فقط على الفيميلز مش على الميلز، فبدكم تعملوا splitting لهذا الفايل، يعني بدكم تعملوا الاناليسيز by gender انه هذا الاناليسيز يصير عن طريق الجندر مش عن طريق كل الداتا سيت. فبدي اروح على الداتا وبختار مثلا split into files، وأنا مثلاً في عندي splitting للفايلز ما عندي طبعاً هنا gender، مثلاً في عندي clinical stage بدي أشوف عندي stage 1 2 3 4 وهذا من الـ early stage للmost advanced stage، ومثلاً بحط okay. فبلاحظ إنه بعد هيك كل ما بدي أعمل analysis الanalysis هيكون by highly groups
عن طريق الستيج، يعني الستيج الأول راح يطلع له أناليسز لحاله، والستيج الثاني راح يطلع له أناليسز لحاله، وهكذا. لو بدي أمحي هذا السبليتنج برجع لنفس الإشي من داتا سبليت وبشيل كل السبليتنج وبحط ريسيت بحط أوكي. هيك تقريبا أنا خلصت المحاضرة، بس في آخر إشي بدي أحكي لكم عن، طبعا أنا حكيت لكم عن الويب سايت الأول اللي هو هذا highly recommended. في كمان University of Edinburgh، هذول الداتا مانجمنت والكليننج تبعتهم الريسورسز اللي حاطينها كتير كتير ممتازة، فبتقدروا تفتحوا عليها عن طريق كوبينج لهاي لهذا التايتل على جوجل. وكمان في اللينك تبع كنت ستيت يونيفرسيتي، وهذا بيورجيكم SPSS tutorials بتقدروا من خلالها تعرفوا كل أنواع الديسكريبتيف، كمان الانفرنشال اللي هي المور ادفانسد statistical analysis عشان تقدروا تعملوا الداتا تبعكم. هيك أنا خلصت، وإذا في أي سؤال دكتور أسعيد. شكرا كثير شيماء، يستمع كثير. عندي بس إذا ممكن تعيد الشرح على السريع الـ types of missing data just like very briefly، إنه شو أنواعهم الـ three types اللي you mentioned in your slides. بس عشان تكون الإشي واضح للـ students ويتعرفوا، رغم إنه شوي advanced بس برضو حلو الواحد يسمع عنهم، لأنه later on ممكن يمر عليك وخير لما تشتغل خاصة مع big data هيك thousands of patients. طيب شكرا يا دكتور أسعيد. زي ما حكيت لكم إنه في عنا data بتكون missing مفقودة، وهاي data أسبابها كتير كتير ممكن تكون ليش عندي missing. هلأ مهم أنا أعرف ليش الداتا أنا هاي عندي missing. فقسمنا الميسنج داتا أو روبن في 1976 قسم الميسنج داتا لثلاث أنواع. هاي الثلاث أنواع بتقدر تعطيكم إنديكيشن ليش هاي الداتا ميسنج. أول نوع كان اللي هو الميسنج كومبليتلي أت راندوم، يعني لو أنا في عندي داتا سيت في زي ما شفنا الميت كيسز، وكان في عندي randomly miss data اللي هي زي في عندي الايدج اللي هو كان continuous variable، هاي كانت في عندي واحدة فكانت missed at completely randomly، ما كانت إلها علاقة بالvariable تبع الايدج، يعني الشخص ما عباها لأنه فقط إنه هي عبارة عن ايدج، فهاي completely at random. النوع الثاني اللي بكون mostly common في الـ data sets اللي هو الـ missing at random، يعني مش completely at random but still ما إلها كتير إلها علاقة في الـ variable لكن مش لسبب معين صار إلها missing. زي إيش؟ زي فجأة أنا مثلاً نقلت من الـ Excel sheet تبعتي الـ data ونقلتها على الـ SPSS زي ما قبل شوي عملت. لو أنا من خلال ما أنا بنقل وحذفت مثلاً data لكيسز معينة، مثلاً لرقم لكل رقم كيس رقم 100، لقيت كل الرو هذه تبع رقم 100 كله فاضي، برجع على الداتا ست تبعتي هاي صار لها انحذفت من الداتا ست تبعتي لسبب انه انا عملتها اوميتنج، ما كان لها سبب برضه بيتعلق بالفاريبل. ثالث وحده اللي هي ميسنج نوت ات راندوم، في سبب معين انه هذا ليش صار لها ميسنج، يعني انا لو رجعت مثلا لكيس رقم 100 ولقيت انه الشخص مثلا لو انا لاقي اغلب الناس مش مجاوبه السموكينج بيهيفير تبعتها، معناها إنه هذه الميسنج داتا كانت ريليتد للفاريبل تايب تبعتي للسؤال اللي أنا سألته، إنه الناس مثلاً اللي أنا سألتهم ما كانوا يفضلوا يجاوبوا السموكينج بيهيفير تبعهم، فهذه كانت إلها علاقة بالسؤال اللي أنا سألته. غير هيك مثلاً لو أنا سأل الناس قديش السالاريز تبعتهم مونثلي وحط لهم سترينج وكتب لهم إنه يكتبوا الإكزاكت سالاري تبعهم، في ناس intentionally
not at random رح تحذف هاي الأجوبة رح تعملها skipping عشان أنا ما أعرف فهاي missing not at random طبعاً كل نوع إني أنا كيف أتعامل معه بيختلف من إشي لإشي أغلب الإشي حكينا بدنا نعملها tweeting لهاي الداتا بدي أرجع للvariable type تبعي وأنا أعرف ليش انحذف مثلاً أنا قررت إنه في التيومر سايز تبعي إني ما أعدل عليها هاي الداتا ليش؟ لأنه أنا قررت إنه ممكن يصير لها clinical indication أو recommendation للstudy تبعتي لكن مثلاً الإيج الإيج أنا missing هذا at random ليش؟ لأنه أنا معبيها من الميديكال ريكورد تبعتي هذه clinical فclinical هيكون البيرسونال داتا زي date of birth رح يكون موجود أو أنا رح أرجع له للinformation البيرسونال information للcases تبعتي فإنه هاي missing ما كانت متعلقة بالvariable as an age كانت متعلقة بأنا يا إما نقلت غلط يا إما نسيت أعبيه من الميديكال ريكوردز تبعت الكيسز اللي عندي بتمنى تكون هيك واضحة طيب تمام شكرا كثير شيماء في عنا أسئلة if you can open chat ممكن أساعدك في الأسئلة أنا راح أساعدك مثلا لو أي بيسأل لو في عنا missing data هل وحذفتها هل لازم أوضح هذا الإشي بالارتيكل لما أعمل لما أكتب بالمانوسكريبت؟ لما أنا بدي أكتب السكشن تبع الميثودز بدي أكتب بالضبط الديتيلينج تبعني أنا كيف اتعاملت مع الميسنج أوف داتا يعني لكل فاريابل بتكتب أنت إيش عملت في هاي الميسنج للداتا هل أنت رحت عدلتها كتير مثلاً رحت حذفت الكيسز أنا مثلاً في حالتي أعطيك مثال في حالتي أنا دارسة الإنسيدنس تبع البريست كانسر في قطاع غزة اكتشفت في سنة من السنوات إنه هذا الإنسيدنس كان عندي 100 كيسز يعني كل عدد الأشخاص اللي شخصوا كان عددهم 100 لو أنا بالميثودز كاتبة إنه الكيسز طلعت عندي الإنسيدنس أوف بريست كانسر لهاي السنة 100 وفي الأناليسز تبعي أنا عاملة أناليسز ل 98 كيسز بدي أحلل إنه هاي الميسنج إنفورميشن للتو كيسز وين راحوا فبكتب أنا بالميثودز إني أنا حذفتهم لأنه ما كان في عندهم إناف كلينيكال إنفورميشن لكن بضل الإنسيدنس عندي كامل فأنا لازم أوضح أنا إيش عملت في الميسنج داتا طيب ممتاز كثير وانا برضه حاب بس ارد على اي بشكل سريع في موقع مفيد جدا اسمه الاكويتر اكويتر نتورك في عندهم حاجه اسمها ريبورتنج جايد لاينز هاي بتوضح بعثتهم في الشات هاي بتوضح كيف اكتب انا البيبر ومن ضمنهم لو فتحت مثلا الاوبزرفيشنال ستاديز خاصه الكوهورت ستادي في الستروب guideline. هذا من ضمنه لو فتحته بتلاقي في الميثود إنه you have to report how you dealt with missing data. فإنه جدا جدا مهم كلا إنه هاي ممكن تعمل skewness في الداتا والinterpretation ممكن تكون مختلفة. سؤال تاني من أفراد بالنسبة للtextual data في الanalysis ما بنستخدمها في المثال لأن يمكن شوي ملخبط أساس بالإنجليش وعربي بس ممكن على فكرة تحكي بالمايك اللي حابب يسأل يعني أساس إنه مش واضح كتير السؤال اللي بعده ليش الممول هو اللي بحدد أي برنامج نستخدم يعني ليش مرات تحكي SPSS ليش مرات data etc هذا السؤال ليش الممول هو اللي بيحدد؟ ليش هو بيحدد إنه مثلاً لازم تختار الستيت لازم تختار الأفياس مثلاً؟ هلا في أغلب الدراسات خصوصاً لما الدراسات تكون كبيرة الفندرز هم اللي بيوفروا لنا الأكسس للداتا سيت يعني مثلاً في الجامعة مثلاً عنا أعطيك مثال عشان يسهل عليك الموضوع المثال عنا Public Health England Public Health England هاي في عندها كل الداتا سيتس لا الهيلث انفورميشن لكل إنجلند أنا لو عندي فندر ايجنسي زي مثلاً King's College London سهلت لي الأكسس as a researcher إني أروح أخذ هاي الداتا سيتس من Public Health England
الداتا شيرينج والكوبي رايت ما بكون لإلي أنا as a research team، بكون للفندر، لأنه الفندر هو اللي أعطاني أكسس لهاي الداتا سيت. أنا بكون المينز تبعتي as a research team بس بعمل conducting للستدي وبروسيسنج للداتا اللي أنا صار لي عليها أكسس. فبتلاقي في أغلب الدراسات الفندنج ايجنسي طبعاً في flexible، يعني إنه إذا مثلاً أنت ما بتعرفي تستخدمي، مثلاً أنا مثلاً ما بعرف so far أستخدم كتير ستيتا وقاعدة بتعلم عليها، لكن الجامعة تبعتي قررت أنه أنا أستخدم ستيتا. إذا الفوندينج ايجنسي تقدر توفر لك داتا أناليست هو يشتغل على ستيتا، هيوفروا هذا الإشي. لكن إذا ما بيقدروا يوفروا، هم بطلبوا منك تشتغل على ستيتا، لأنه هم الكوبي رايت تبعتهم لإلهم الداتا ست بالآخر، مش للشخص على داتا سيت از ا ريسيرش تيم يعمل. تمام شيماء. في سؤال ثاني، في حال عندي عدد قليل من الداتا اللي تعتبر اوت رينج بالنسبه لي، هل حعدلهم كلهم ولا اعتبرهم اكستريم؟ بمعنى اخر، كيف افرق بين الاكستريم والاوت رينج داتا؟ هلا الاوت اوف رينج، هلا الاوت اوف رينج داتا مش كل رقم انا حسيته كبير كثير او صغير كثير بدي اروح، والرقم اللي انا بعدله في الاوت اوف رينج في الطريقه اللي انا ورجيتكم اياها ما بينفع اعدله اكثر من مره. يعني اذا انت لاحظت التيومر سايز لما احنا عدلناه طلع أظن 12.8، ستيل في بينه هاي 12.8 ستيل بينه وبين 9.5 اللي هو كان تاني أكبر تيومر سايز، ستيل في بينهم أرقام ما بنفع أروح أعدله كمان مرة. ولو أنا عندي أكثر من values أنا حاسة إنه هي out of range اللي هي معناها extreme، ال out of range معناها extreme، معناها إنه أنا في غلط عندي بالداتا entry. هلأ في قرار إنه زي ما حكينا يا بنخليها زي ما هي، بس هاي بتسبب لي مشكلة لأنه هاي بتعمل لي غلط بالريزلتس اللي أنا عملتها. يعني أنا تخيل لو أنا خليت التيومر سايز تبعي هذا 45 هرجعه مثلاً 45 وأروح أعمل ديسكريبتيف وبدي أشوف المين للتيومر سايز لهدول البيشنتس عندي، بدي أروح أطلع المين، أظن ما طلع. المين طلع عندي 3.8. هذا المين لو أنا رحت عملته في study وكتبت publication إنه أنا عندي المين للتيومر سايز للكيسز اللي تشخصوا في سنة معينة للبريست كانسر 3.8، معناها هذا التيومر سايز كتير كبير، معناها ممكن الستات تكون تشخصت عندي بadvanced stages. فأنا بعمل indication إنه أنا في عندي advanced stages كتير، لكن هذا غلط. ليش؟ لأنه 45 هي اصلا اتدخلت غلط. فانتم اذا انت ما بدك تصلح الاوت اوف رينج بالطريقه اللي شفناها احذف الداتا. الاوت اوف رينج غلط انها تضل لانه راح تاثر كثير على الريزلتس اللي انت راح تطلعها، ولما تيجي تشرح الريزلتس كل الحكي اللي انت راح تبنيه على هذه الريزلت راح يطلع غلط. فاذا ما بدك تعدلها بدك تحذفها. هل لقيت المشكلة إنه كل ما تحذف كل ما بتقل الداتا ست عندك؟ يعني أنت حكيت إنه إذا عندك الداتا ست قليلة وأنت في عندك out of range values كتيرة، كل ما تحذف مش هيضل عندك داتا ست. فإذا ما بتقدر ترجع على الـ original data set من وين أنت لميت الداتا، بتحطهم as missing values، يعني بتحطهم 99 الكود تبعهم وبتخليهم as missing values. طيب تمام، عشان ما معنا وقت كتير أحاول بسرعة إنه أطرح الأسئلة ونجاوب عليهم بشكل سريع. سؤال من الأي برضو كمان، إنه لو أنا مثلاً بعبي في الكوستشنير أو من ضمن الأسئلة الكوستشنير في خيارات 1 2 3، والخيار مثلاً الرابع إنه لو مش من ضمن هاي الخيارات إنه other، وأنت تعمل free text ويعبي ال respondent في free text،
فأنا كيف بدي أعمل أناليسز لهذا الخيار الرابع اللي هو الأذر؟ هلقيت هاي الدراسة بتكون معمولة as mixed method، يعني بتكون quantitative مع qualitative. الأذر as other زي كلمة بروح بعملها كودينج في رقم مثلا 8 او رقم 4، بخلي الكود تبعها، لكن التكست الشخص اللي عبى الحكي فيه بعمل سكشن كواليتاتيف اناليسيس وبحكي عن الريسبونسز، بحللها كواليتاتيف للريسبونسز اللي حكوا فيها الناس، ما بنفع احللها على السبيس اس. طيب تمام، هل يوجد حد معين لنسبه او رقم الميسنج داتا المسموح وجودها في الاستدي؟ هل إذا كانت الميسنج داتا تبعتي بتعتمد طبعاً قديش كبر الستادي تبعتي، إذا كانت الميسنج داتا تبعتي أكثر من 20% في فاريبل معين معناها الميسنج داتا عندي كبيرة، يعني البرسنتج تبعتها عالية. لكن إحنا حكينا إذا الميسنج داتا أكبر أصلاً من 5% أنا بتعامل معها as other. تمام، وطبعا حابب اضيف انه كل ما زادت المثل كل ما قلت الكواليتي تاعت الستدي، وهي شغله مهمه لازم نكتبها في الديسكشن سيكشن في قسم الليميتيشنز، فلازم انه تو منشن ذات عشان تكون في ترانسبيرنسي في الريبورتنج. ريم دويك ان تايم سايز او ممكن تيومر سايز اي ثينك واي يو ديدنت ثينك ذات اي مايت بي mistaken in data entry process and this 45 might be 4.5. يعني assumption انه بدل 45 نفترضها 4.5، is it valid to assume that؟ احنا حكينا الطريقة اني انا اصلا اراجع الداتا في السلايد اللي كان مكتوب فيها التويتينج داتا، حكيت لكم الريفرنس الاساسي اني انا ارجع للرو داتا اللي انا عبيتها. فاحنا اختصارا للوقت الاكسل شيت اللي انا كانت معبية عندي اصلا كان فيها الرقم 45، يعني التيومر سايز كان فيه 45، فانا عشان اختصارا للوقت ورجيتكم كيف تعدلوا ال 45 هذه out of range. بس هي الصح انه انا ارجع للريفرنس تبعي، لكن احنا حكينا انه ممكن ما نقدر نرجع للرو داتا تبعتي، يعني لو انا عندي بطل عندي اكسس للميديكال ريكوردز، بطلت اقدر اشوفها، والشخص اللي عامل داتا انت معبيها 45 ومكتوبه بالابستراكت شيت 45، انا لازم اتعامل معها statistically، ما في طريقه اتعامل معها الثانيه. تمام، يعني ما بنفع نعمل assumption لأنه أنا ممكن حدا تاني يكون نظرته مختلفة، لازم نوحد طريقة التعامل مع البيانات. سارة، لما حكينا عن data management لأنه لازم يكون في reference document، ممكن التوضيح هل قصدك فيه هو مثلاً data dictionary أو code book، ولا قصدك فيه شيء تاني مثلاً؟ data management plan حكيت لكم هي بتكون مختلفة عن الكود بوك وبتكون مختلفة عن الاناليسز. هاي ستيب باي ستيب اللايف سايكل تبع اي داتا لاي فاريبل انتم بدكم تلموها. وجيتكم تو سايتس، اول واحد كان من كينجز كوليدج لندن، مش عارفه اذا ضايله في شيرنج للداتا وبتقدروا تشوفوا. هذا بورجيكم اكزامبلز على الداتا مانجمنت بلان، هي بتكون عباره عن وورد دوكيومنت انتم بتكتبوه بالاتفاق اذا كان في فندر او بي اي معكم كيف ايش تعملوا لهي الداتا. وهذا الريفرنس كمان بسالكم الاسئله اللي انتم لازم تكتبوها وتغطوها في الداتا مانجمنت بلان تبعتكم، وهي بتحفظوها از وورد از او بي دي اف فايل ترجعوا لها. مثلا لو انتوا سألكم في وقت البابليكيشن ما كنتوا مغطين فكرة الكونسنت فورمز كيف لميتوها، بترجعوا للداتا مانجمنت بلان وبتلاقوا انه انتوا كاتبين انه الكونسنت فورمز مثلا لميتوها ريتن، انه في عندكم هارد كوبيز منها، فهذه بتبين لكم ايش انتوا عملتوا في كل الداتا خلال مرحلة الفيلد ورك او الريسيرش ستادي تبعتكم. تمام، اتوقع هذا اخر سؤال. بشار، في حال لو الممول بده يعطيني اكسس لبيانات معينه ما اعطاني الحريه في اخذ البيانات، مش ممكن يكون مشكله في قوه البحث نفسه ومشكله انه الفندر بيوجه البحث باتجاه نتائج معين، يعني انه كونفليكت مثلا في انترست؟ هلا طبعا يعني هذا موضوع كتير كبير، بس
كريسيرش تيم هو الريسيرش اللي بيقدم البروبوزال تبعه للفندنج ايجنسي. يعني انت كريسيرش تيم الريسبونسبيليتي تبعتك انه ما تكون متوجه من البدايه من فندنج ايجنسي. يعني انا مثلا لو مقدمه بروبوزال للفندنج ايجنسي وهم وفروا لي الاكسس, في ايثكس سواء انا كريسيرش تيم او كفندر لازم اتبعها في الحالتين. فمثلا اعطيك مثال, لو انا بدي اعمل دراسه عن مين احسن توث بيست ورحت ماخذ فاندنج من كولجيت, معناها انه هنا في كونفليكت اوف انترست. فطبعا هذه مسؤوليتك از ريسيرش تيم انه انت كيف تقبل فاندنج من حدا على التوث بيست از كولجيت وتروح تدرس مين احسن توث بيست في العالم مثلا. طبعا هذا الموضوع يمكن طرح بشكل سريع موضوع الإثكس في الريسيرش والريسيرش انتجريتي, مهم جدا موضوع الكونفليكت في انتريست, على اساس انه مهم برضه يكون الباحث نوعا ما اندبندنت وعنده الحريه في الانفستيجيشن. في هو كومنت انه بعض الاودينس حاس انه يعني المحاضره شويه ادفانس لانه ما عندهم شيء بيزك, فردي بشكل سريع انه اول شيء ممكن نشوف المحاضرات اللي قبل, وإذا عندكم شغلات معينة حابين يعني نعمل محاضرات عنها ونوضح فيها أمور معينة ممكن تكتبوا في الفيدباك اللي حيصلكوا بعد المحاضرة. وآخر كومنت مهم جدا جدا جدا, أنا رح أحكي عن تجربتي إنه مهما سمعت لمحاضرات إنه بدون ما أنت تطبق على ريسيرش معين تطبق العلم النظري اللي أنت بتاخده يعني صعب انك يعني تتعلم الريسيرش بشكل منيح. ف يعني اذا انتم شغالين على بحث مثلا وخاصه كوانتيتيف انه عندكم داتا بتقدر تعملوا مثلا ديسكريبتيف ستاتستكس اتسترا ممكن تطبقوا اللي تعلمتوه اليوم عليه. لو ما عندكم ممكن تشوفوا الداتا بيز اللي بعثت لكم اياها شيماء وتحاولوا تطبقوا البرنسبلز اللي تعلمتوها اليوم, على الاقل الكليننج لانه جدا جدا مهم واحيانا اهم من الاناليسيس نفسه. وهكذا. وطبعا ليش مش حيجي بيوم وليلة, ممكن تقعد سنوات ممكن 10 سنوات على ما تتعلم تكون يعني تعمل ريسيرش بكواليتي يعني منيحة. تقريبا هيك يعني خلصنا المحاضرة. إذا عندك شيماء أي كومنت أي شيء تفضلي. أنا ما عندي أي كومنت, بس حابة كتير أشكركم. أول إشي أشكرك دكتور أسيد إنك سمحت لي الفرصة إني أعطي محاضرة اليوم, وتاني إشي أشكر كل اللي شاركوا معنا اليوم. الله يخليك, شكرا كتير. في سؤال نسأل في الآخر, ممكن تعطيني ثاني أخر سؤال. هو بيحكي بالنسبة لو كان عندي أنا كوشنير ومثلا كان بالنسبة للجندر في عندي استبانة معينة على أساس إنها ذكر, لكن خلال الاستبانة نفسها بين الشخص أنثى يعني كتب أنثى. يعني مثلا أنا طارق بتاع الميل سموكرز الموجودين في فلسطين ولكن الجندر واحد عباها فيميل, وبالتالي أنا بفترض المفروض هاي تكون ميل, فبنفع أنا أغير من فيميل لميل؟ هلأ في إشي, إذا أنتوا بنفع ترجعوا لهذا الشخص البارتيسيبنت, إذا عندكم البيرسونال داتا تبعتكم بنفع ترجعوا له تتأكدوا إنه تشوفوا هو بالغلط تعبى, أو مثلا خلى مثلا هذا الميل بارتيسيبنت مثلا أخته تعبي عنه راح تعبت الكويستشنير. إذا ما فيكم ترجعوا للبارتيسيبنت لازم تحذفوا الجواب, لأنه إحنا حكينا هذه الميل أو فيميل هاي كاتيجوريكال وديموغرافيك داتا, إذا في إشي فيها ميسنج أو إيرور لازم تنحذف. تمام, ممتاز كتير. بالنسبة للSPSS طبعا احنا يعني ما قدرنا نوفر free link, بس انه feel free to go to Google وابحث انه download SPSS for free, ومتأكد حتلاقوا كتير مواقع. شكرا كتير إلكو, وان شاء الله يعني ياريت عبوا الفيدباك, وان شاء الله المحاضرات الجاية راح نكمل في statistical analysis بعد ما نخلص, حيكون على academic writing وبهيك ننهي الريسيرش فيلوشيب, اونلاين ريسيرش فيلوشيب. شكرا كثير, وشكرا كثير مره ثانيه شيماء ولكل الحضور.